أهلا بكم معانا في بيت العيلة. في كل حلقة من بيت العيلة بنستضيف أسرة مصرية بنتحاور مع أفرادها في موضوع هم اللي بيقترحوه، وكمان هم اللي بيقترحوا علينا استضافة شخصية معاهم لمناقشة أي مشكلة يحبوا يناقشوها معانا. بنتفرج معاهم على فقرات فنية ورياضية، أيضا هم اللي بيختاروها. في بيت العيلة البطل الرئيسي معانا هو كل فرد، بنشوف احلامه ايه، مشاكله ايه، بنحاول ان احنا نتناقش معاه ونوصل لبعض الحلول معاه. بنشوف معانا في حلقتنا وفي كل حلقه مشكله، قضيه. احنا عارفين قضايا المجتمع كلنا بقينا مشغولين بيها في السنوات الاخيره، بقى كل واحد عنده حلم معين نفسه ان هو يحققه لبلده. فعندنا المجال مفتوح، الحوار ممتد، والأسر المصرية اللي بتشارك في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي. فتابعونا. أسرة مصرية واعية، هذا هو الوصف الأهم والذي يخطر ببال كل من يخالط هذه الأسرة. أنا واحدة من الجيل الوسط اللي احنا تربينا على ان احنا نحافظ قوي على اولادنا وعلى بيتنا وعلى جوزنا وعلى السيتويشن دي، لازم تفضل محفوظة جدا. سيدة منزل من الدرجة الأولى أنتجت للمجتمع شابين راقيين في الأخلاق والتعليم. ما اقدر اقول ان انا جيلي تحمل قوي بزياده، وكنا متفانين جدا بزياده مع اولادنا، والحمد لله ان في الاخر برضو المكافاه بتاعتك انك بتلاقي نفسك عملت حاجه كويسه. ام عصريه تركت عملها بعد وفاه الاب للتفرغ لرعايه ابنائها. انا الحقيقه ظروفي كانت مختلفه واجبرتني ان انا اختار ما بين ان انا اكون بدور على مصلحة شخصية ليا أو كارير معين، يعني أو يعني طريق معين ليا في الحياة أوصل فيه لحاجة هتخصني أنا، أو حاجة تختص بالأولاد أحافظ على الولاد دول، خصوصا إن الأب توفى والولاد صغيرين، وكان لازم ما ينفعش يبقوا من غير أب وأم. بعد رحلة كفاح تفرغت الأم حاليا للعمل الخيري. أنا دلوقتي عندي وقت، بقالي فترة الأولاد كبرت دخلوا الجامعة اعتمدوا على نفسهم تماما، ما بقاش عندي نفس المسؤوليات بتاعت الأول يعني، وزي ما الأول كانوا أنا بساعدهم كتير قوي، هم دلوقتي بيساعدوني بأفكارهم بآرائهم بطموحاتهم، الفكر بقى اللي هو يديلك الحياة يعني. وكما كان أبناؤها هم محور حياتها، قررت هذه المرة أن تتخذ محوراً موازياً وإن كان أكبر، فقررت التركيز على واحدة من أهم القضايا والتي تخص أبناء الوطن، قضية أطفال الشوارع أو قضية أطفال بلا مأوى. والموضوع ده بقى خد قلبي الحقيقة يعني، ويمكن أنت بتعمله الأول وأنت بتقول ده واجب، واجب عليا اشارك اعمل اشغل وقتي انا عندي وقت، لكن انت بعد شويه بتعمله بقلبك جدا، لانك بتلاقي ناس كتير قوي حبتك، اطفال كتير قوي حبتك ومستنياك. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. النهارده ضيفتنا اسرتنا او ابطال حلقتنا النهارده هي اسره الاستاذه اميمه نظمي. الاول برحب بالكبير العائله، كبيره العائله اميمه نظمي، اهلا بيكي. ومعانا بنتها ياسمين التازي، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك.
ومعانا ايضا ابنها الكبير اللي هو عمرو التازي. اهلا بيك يا عمرو. يعني انتوا شايفين دلوقتي قدامكم شباب، بنت او بنت وولد زي الورد، لكن ورا الشكل ده اللي انتوا شايفينه في قصه كفاح طويله. احنا عارفين ان كتير من الاسر المصريه بتعولها امراه نتيجه بقى طلاق او وفاه الزوج، او ممكن حتى الزوج يكون موجود لكن هي بتشارك مشاركه ايجابيه جدا وبتشتغل وبتكافح عشان تربي ولادها، سواء لمرض زوجها سواء لاي اسباب. عارفين ان الاسر دي في مصر كتير قوي، لكن مش بنتعرف عليهم، مش بنقرب منهم كتير قوي في برامجنا عموما، او بنركز يمكن على نوعيه معينه، لكن الاسره اللي معانا او الاسر عموما اللي هتكون معانا في برنامجنا في بيت العيله هتحسوا انها اسره قريبه قوي منكم، هي جيرانكم، قرايبكم، هي انتم شخصيا، والحكم في النهايه طبعا ليكم. انا مش ببالغ لما يعني سمعت الحكايه والكاميرا طبعا تجولت في اخذت لقطات كده يعني، بس مش دي الحياه كلها طبعا، هي الحياه بعد ما بقت سهله في اولها بقى وهم صغيرين، وانت لوحدك مسؤوله نتيجه وفاه الاب عن بنت وولد، وانت كنت صغيره برضه في نفس الوقت. اكيد الحياه ما كانتش سهله، يعني ما وصلتيش للنتيجه الحلوه اللي احنا شايفينها دي بسهوله، صح؟ كان في صعوبات طبعا. اكيد. نقول ان فعلا اسر كتير مصريه ممكن تكون ظروفها كده، لكن مش كلها بتوصل للنتيجه الحلوه دي. ياسمين اتخرجت. طب انت عرفي نفسك، قولي اتخرجتي من ايه؟ انا كنت بدرس ميجر فاينانس، كنت في جامعه. ايوه. واتخرجت لسه متخرجه السنه اللي فاتت وبشتغل دلوقتي. واشتغلتي دلوقتي. وعمرو؟ انا متخرج من طب اسنان. من طب اسنان. انا بقول لكم كده عشان نقول ان النتيجه كانت ناجحه، يعني سبتهم يقدموا نفسهم عشان نقول ان تعب السنين جاب ايه؟ جاب نتيجه حلوه. أكيد. صح؟ ايه اكتر صعوبه بتواجه الست لما بتكون بتربي لوحدها؟ ايه اكتر حاجه بتواجهتك صعبه؟ ماديات؟ دايما الماديات هي اكتر حاجه لما بسال يعني معظم الاسر اللي بقعد معاها بتبقى ام لوحدها ومفيش الماده الكفايه، غير بقى الناحيه النفسيه كمان الحمل النفسي الكبير. هو الحقيقه الفلوس مش هي كل حاجه في تربيه الاولاد. ساعات بتلاقي اسر بسيطه جدا ومع ذلك اولادهم هايلين جدا. يعني الاساس كمان بين الام واولادها هو الثقه. يعني دي كانت اكتر حاجه الحقيقه انا نجحت ان انا اعملها مع اولادي. كنتوا اصحاب؟ كنا اصحاب من داي 1. يعني صحيح كان في فتره طبعا هيضحكوا عليا دلوقتي. لا لا عايزاكي بصي، اذا كان في حاجه هتميز البرنامج ده ولقائنا ده ان احنا قاعدين بنتكلم عادي بعيد عن اي كاميرا، وان احنا نكون صادقين قوي. هو طبعا في الاول لازم انت عندك سنين او مراحل في حياه الولاد. المرحله الاولانيه هي تعبك انت البدني، انك انت بتبذلي معاهم مجهود بدني ضخم جدا وهم اطفال صغيرين قوي. بعد شويه ما بيدخلوا المدرسه انت بتربيهم وبتحمي تربيتك، لانهم بيخرجوا بره ايدك، يعني هم بيحتكوا بمجتمع تاني وفي مكان تاني مع ناس تانيه ثقافات مختلفه جدا. يعني انت عندك حاجه مقاومه، انت بتربي لكن طبعًا. عندك المجتمع بره اول ما بيقفلوا باب الشقه بيقاوم تربيتك. عجبتني الجمله دي. طبعًا. طب بتحمي تربيتك ازاي؟ ما هي دي بقى نقطه الثقه. يعني اذا ما كانش في ثقه بين الام واولادها وان هم واثقين تماما ان هي دي صديقتهم الاولى اللي هتقول لهم الحاجه المظبوطه جدا، اللي هتوجههم توجيه صحيح جدا، ما بيبقاش فيه الحمايه الكافيه للولاد. لانه بيخرج من الباب هو ايه ماما دي؟ يعني انت مش كل حاجه بتفهميها، انت عايشه في ايه؟ انت قديمه قوي. الولاد بالذات طبعا. الولاد بالذات مش عارفه انت واجهتيها مع عمرو ولا لا، بس تربيه الولد صعبه شويه، ام لوحدها مش كده؟ بيبقى محتاج دايما اسمع، محتاج اب، محتاج راجل يقدر عليه. الحقيقه انا ما واجهتش المشكله دي قوي، هو طول عمره ديسنت ومؤدب يعني الحمد لله. ده حقيقي الكلام حقيقي. ده مش التلفزيون مش النشر يعني. لا بجد باين عليه عموما. يعني هو طول عمره ملتزم، وزي ما بقول لك بينا صداقه وثقه. يعني هو واثق تماما في اللي انا بقوله له او المعلومه اللي انا بقولها له، وانا كنت بمتص منه كل حاجه. يعني في فتره الطفوله اللي هي فتره المدرسه، عايز تلعب رياضه ايه كذا، طب حاضر نروح نلعب كذا، مع ان انا بقى شايفه ان هو مش هينجح
في الحاجه اللي هو اختارها او اللي هو مصمم عليها، لكن برضو خليه ياخد التجربه. يعني انا مثلا سمعت منك حكايه انا استوقفتني، ان هو فتره من فترات المراهقه اللي لسه الولد فيها مش عارف قوي، يا عمرو مش عارف يروح فين، قرر مره واحده انه يبقى فنان مشهور ويغني، مش كده؟ كان ممكن اي ام عاديه في وضعك تقول له وانا بتعب وبشقى وعشان تقول لي انا عايزه اسيب كل حاجه واغني، انت واجهتي دي ازاي؟ هو طبعا ايه، هو صوته حلو الحقيقه، صوته جميل جدا يعني هيغني لنا النهارده. طبعا هو صوته حلو قوي، انما ما عندوش الموهبه بتاعت او ما عندوش المقومات اللي تخليه فنان، لان الفنان برضو ليه مقومات شخصيه اكيد، يعني هو يمكن ما عندوش شويه المقومات دي، وهو ابني وانا ملاحظه بمعنى عليه انه مش جريء قوي، مش واضح ما يعرفش يساير ال 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 الفيلد ده، يعني ما يعرفش يبقى فنان ويشتغل على نفسه زي الناس اللي بنشوفها بقى ناجحه جدا يعني في الحاجات دي. طب عملت ايه؟ وانا مراقباه طول عمري، يعني هو طول عمر عمرو مهتم جدا بالابحاث والحاجات العلميه والكمبيوتر وازاي يطلع لي مشكله يحلها لي في دقيقه مثلا، حاجات زي كده. فطبعا كنت عارفه ان هو اتجاهاته قوي ناحيه العلوم، فانا ما واجهتش. انا طبعا في الاول قال لي صحابي ومش عارفه مين هيعمل لي شريط ومين هياخدني يوديه، فقلت له طب نتعلم الاول كويس، نعرف نغني عربي، لان طبعا كانت كل الاغاني يعني هو متعود انه يسمع حاجات كلها اجنبيه، وفعلا جبنا مدرس في البيت وابتدى يغني معايا وكده. ما كملش، واضح ان هو نفسه ما كملش. لا مش ما كملش، ولكن انا في رايي ان الانسان الموهوب الموهبه دي بتتحدى كل حاجه وبتستمر، لو هي دي فعلا الحاجه اللي انت شايفاها جواكي هتفرقع. هي دي خطك يعني. هو ما كانش كده، هو من نفسه بعد فتره بقى يقعد يلتزم ويسمع الغنى ويتعلم ويردد، وكنت انا ببقى سعيده جدا، انا مش متضايقه، لانه اللي بيعلمه معلم فاضل من الاوبرا وصوته رائع وهما الاثنين بيغنوا مع بعض، فانا قاعده مستمتعه. ودي خطوه تحسب لك، ان انت لما لقيتي اتجاهه في موهبه، انا يا ماما عايزه اغني، انت ساعدتي وجبتي له مدرس. طب انا عايزه قبل ما اروح للولاد بقى هم نفسهم يتكلموا عن نفسهم، عايزه اقف عندك انت. انت كنت صغيره وعندك ولاد، طيب ما وقفتيش كده مع نفسك وقلتي هيوصلوا للمرحلة دي، اللي هو كل واحد أكيد ليه حياة دلوقتي بعيدة عنك تماما وبيشتغل، وأنا فين بقى؟ يعني أنا مشاعر كإنسانة ك ك ك ك كست يعني. بصي، هو إحنا صغيرين بنسمع الكلام ده كتير قوي. أنا تقريبا ابتديت مع الولاد من عمرهم، كان عمري أنا مثلا حوالي 27 سنة واحنا لوحدنا، احنا الثلاثه وعمرو في ابتدائي وياسمين في ابتدائي برضو، وانا كنت مش رافضه موضوع ان انا يبقى عندي حياه، ولكن كانت دايما الفكره لما تتناقش بيني وبين نفسي تتعارض جدا مع مصلحتهم، يعني تتعارض تماما يعني اصل دايما الزوجه اللي في ظروفك بتقول انا فضلت وضحيت وكده، لكن ليه ما نقولش ان برضو الفرص بتبقى مش حلوه قوي اللي بتيجي للست في الظروف دي، أو يعني وليها حسابات كتير ليها حسابات طبعا كتير جدا من ناحية كرجالة يعني. طبعا بيفكروا طبعا يفكر 100 مرة هو ايه اللي يخليه يتجوز حد مسؤول عن طفلين لسه بيطلعوا، يعني انت لسه بتربي وبتوجهي وبتصحي بدري وبتنزلي المدرسة وبتودي تمارين، امتى هتقعدي مع الزوج ده؟ يعني هو نفسه لما يفكر امتى هقعد معاه؟ الفرص المتاحه يعني الواحده في الظروف دي مش حلوه قوي. لا مش حلوه، وهتبقى مجهده جدا ليكي ومجحفه جدا للولاد، لو حبيتي تعدلي مش هتقدري تعدلي الحقيقه. تمام. طيب ياسمين، انا عايزه اقف عند محطات في حياتك لما كلمتيني قبل التسجيل، حبيت قوي ان انت تقوليها بصوت عالي قدام الناس كلها. انت اختاري طبعا المحطه اللي تبداي بيها، بس من ضمن المحطات السفر، ان وقد ايه فرق في شخصيتك وتجارب جميله جدا للصين والامريكا، وقد ايه فرقت في شخصيتك بعد ما رجعتي؟ لو عايز تتكلمي على حاجه ثانيه اتفضلي. هي مامي بصراحه طول عمرها كانت بتشجع قوي ان انا اعمل حاجات مختلفه يعني، فمش بس كان السفر يعني، كانت دايما بتخليني رياضه كتير جدا. انا فضلت 15 سنه يعني 15 سنه بلعب هاندبول في النادي، وكنت فريق النادي يعني،
ورياضة طبعا خلت شخصيتي مختلفة تماما. يعني عمري في حياتي ما كنت اقدر ادفلوب الشخصية اللي انا فيها، تتنمي يعني وتطوري شخصيتك يعني. انمي الشخصية اللي انا فيها دلوقتي غير من غير ان انا اكون في فريق بسافر معاهم بطولات. بحس يعني ايه انا مسافرة لوحدي من غير اهلي. فكان بقى موضوع، وطبعا كانت بتخليني دايما اعمل اي نشاطات في المدرسة. كنت لازم مامي دايما هي اول واحدة تشجعني، لا اعملي كذا اعملي كذا. فكنت تقريبا بعمل كل حاجة في المدرسة، كل حاجة وفعلا انت يعني مقدره بقى المجهود اللي ماما عملته، حاسه جدا بيه فعلا يعني، بيحسين بيه او نايمين طبعا جدا يعني جدا. كفاية ان انا طبعا حظك حلو يعني ما شاء يعني الله يعني. بجد كفاية ان انا بقعد مع الناس. انا عندي قصص لا تنتهي من كتر ما انا عشت تجارب مختلفة. ففعلا السفر والنشاطات اللي هي دايما كانت بتخليني اعملها اثرت شخصيتي جدا. سفر لوحدي، انا اول سفرية سافرتها لوحدي كانت لامريكا. انا عايزه اقف عند يعني هرجع لامريكا، بس الصين ياسمين من نوع المدلع ومش بتاكل اي اكل وحاجات كده، ليها كده مدلعه يعني. جالها جفاف في فسافرت الصين. الصين اتعلمت يعني، اتعلمتي حاجات كتير، كنت في بيت محافظ رغم كده المحافظ ده في الصين بيته بسيط جدا، ده اكلهم حقيقة. ابسط كمان اكلهم كان. هو الشعب الصيني صراحة علمني حاجات كتير قوي. يعني هو شبه الـ يعني ظروف وحشة جدا، يعني اوحش من مع انك المصريين. كنت في بيت المحافظ كمان يعني. بس قصدي يعني متواضعين جدا جدا، كل حاجة بسيطة عندهم قوي. بيعيشوا بأقل الإمكانيات، مش بيتطلبوا أكتر من المطلوب في حياتهم. انت لما روحتي اشتريتي جبنه قالوا لك انت بنت واحده غنيه جدا عشان تشتري جبنه. هم فاكرين طبعا هم مش بياكلوا جبن خالص، والديري برودكتس اللي هي المنتجات منتجات الالبان الألبان كلها هناك قليلة جدا. ده عشان البلد بتاعتهم كده يعني. بس هم فعلا افتكروني اغنى بني ادم في العالم اول ما جبت جبنة. والجبنة حاجة مش بتلاقيها بسهولة وغالية جدا. عمرو انا سمعت صوتك حلو ومش عارفة انت اساسا مش بتتكلم معانا كتير، بس انا عايزاك ممكن تبدأ بالغنى على طول. ايه رأيك؟ مش لازم. لا لازم، انت صوتك حلو بشهادة الكل، ايه رأيك؟ يعني على اي حاجه انت تختارها، ليه لا يعني؟ مش يمكن حد يكتشفك يا والحلم القديم يرجع تاني؟ ممكن. غني غني تختار ايه؟ عبد الحليم. عبد الحليم. لا انا دلوقتي طبعا صوتي ما بقاش كويس خالص في العربي لاني مش فاكر فعلا اي حاجه عربي. طيب اوكي بلاش عربي. اي حاجه اللي انت حاسس. اتفضل. ايه؟ لا حلو قوي بتاعت عبد الحليم اللي انت بتغنيها لنا، اللي انا بطلبها منه دايما كل يوم. طيب طب ايه انت اختار، انت اختار وبعدين نرجع للدكتور عمرو بقى، دكتور الاسنان ووجع الاسنان اللي بيخوف الناس كلها والقصه دي عايزه واقفه، بس نسمع منك حاجه، ايه رايك؟ اوكي نسمع ايه؟ هي في اغنيه كده لفرقه مش معروفه اسمها بلاين وايت سي، اسمها هي ذير ديلايلا. اوكي بس هي حته يعني اوكي صغيره احنا موافقين. اوكي. Hey there Delilah, what's it like in New York City? I'm a thousand miles away, but girl tonight you look so pretty. Yes you do. Times crack in China's bright as you. I swear it's true. Hey there Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen, close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me, what you do to me. A thousand miles seems pretty far, but they got planes and trains and cars. I'll walk to you if I had no other way. Our friends will all make fun of us, but we'll just get along because we know that none of them has felt this way. الله جميل. لا صوته حلو فعلا وفي موهبه فعلا. برافو عليك دكتور اسنان اللي احنا شايفينه اللي ان شاء الله هيكون من انجح الدكاتره. جيت عند الفتره اللي انت بقى عايز تتخصص فيها، كان عندك حاله لخبطه ومش عارف تتخصص في ايه بالظبط، ودي ممكن تحصل اي حد من الشباب. انا مش عارف ادخل اي كليه، مش عارف اتخصص في ايه. بيقعد الولد او البنت مش عارف الاتجاه بقى اللي يروح فيه.
دي انا سمعت انها حصلت لك شويه، ما كنتش عارف تروح فين بالظبط، وماما هنا لعبت دور برضو شويه بطريقه غير مباشره. ما تفكريهوش. هو لا، مهم اصل ان الاهل يساعدوا بطريقه غير مباشره، يعني من غير ما الطريقه مش استفزازيه، اللي بيها ابنهم يقول لا عند كعند يعني. فانا عشان كده وقفت عند الجزء ده. هو انا يعني اهلي طبعا كانوا عايزين يبقى دكتور، يعني زي اي اهل نفسهم انه يعني ولادهم يبقوا احسن حاجه. لكن الحقيقه يعني هي ماما برضو حست فيا حاجه، ان انا ما بحبش التحكم خالص، انا ما بحبش حد يقول لي يمين او شمال، وهي حست فيا الحته دي. فهي طبعا كانت يعني بتوجهني بس، وهي زي ما قالت في الاول موضوع الثقه ده، فعلا انا طول عمري حسيت ان انا موثوق فيا وموثوق في قراراتي. ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي، انا ما بحبش التحكم، ما بحبش اسمع كلام انا ما بحبوش يعني، وما بحبش حد يتدخل في اي حاجه انا عايز اعملها. تهديدات يعني. لا واضح انها تهديدات سهله قوي كده يا اميه، انت مش بتقولي الحقيقه كلها يا اميه. وصراحه يعني بس طبعا في نفس الوقت يعني انا فعلا كان نفسي اعمل اي حاجه هي عايزاها. ف انا نطيت في الموضوع يعني. ايوه. رغم ان انا كانت انت تنازلت وقبلت التوجيه يعني هنا. مش تنازلت خالص، انا كان نفسي يعني فعلا اعمل لاهلي حاجه هم يعني نفسهم فيها. طب ندمت ولا لما دخلت في القصه بقى وفي طب اسنان حسيت ان لا فعلا كان اختيار كويس؟ لا انا ما ندمتش يعني، وكلمه ندم دي هتبقى كبيره قوي. هو انا حاسس ان هي دي السكه اللي ربنا سهلها يعني. طيب اسمحوا لي بقى ان احنا هنروح في تقرير، احنا ما عرفناش اميمه للاخر، احنا لسه عندنا مجال تاني خالص. اميمه ما اكتفتش ان هي تهتم وتربي ولاد ناجحين زي ما احنا شايفين، اميمه كمان ليها انشطه في المجتمع، ليها قضيه في المجتمع، مش عايشه بس داخل قوقعه اسرتها ونفسها، لا هي بتهتم بقضيه الايتام، وبتروح ملاجئ وفي جمعيه خيريه، وقضيه اطفال الشوارع متعمقه فيها بقالها سنين، بتساعد بكل اللي تقدر عليه. فهنشوف مع بعض التقرير ده ونرجع نتكلم في المشكله دي من واحده عصرتها وايديها في المشكله. لا تقتصر ظاهرة أطفال الشوارع في البلدان النامية والفقيرة فحسب، بل تمتد إلى الدول المتقدمة والصناعية أيضا، ولكنها تزداد بزيادة معدلات الفقر وسوء الحالة الاقتصادية. وهناك أسباب أخرى عديدة لتلك الظاهرة في بلادنا، منها عوامل ثقافية تتعلق بقلة الوعي والتعليم، وعوامل اجتماعية ككثرة الإنجاب وعدم الاهتمام بالطفل داخل الأسرة، مما يؤدي إلى هروب الكثير من الأطفال إلى الشارع، حيث يجدون فيه الملجأ والملاذ من العنف المحتمل للآباء، ولكنهم في الواقع يسقطون في شراك عنف آخر أشد وأخطر، ويقعون فريسة للجريمة والتعذيب، وأحياناً قد يستغلهم البعض في تنفيذ أعمال ضد القانون. وينص دستور مصر الحالي على أن الدولة تكفل حقوق هؤلاء الأطفال في الرعاية والتربية، لذا فإن الحل لهذه الظاهرة يكمن في تضافر جهود الدولة مع الأفراد والمؤسسات لتحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية وثقافية تنهض بالأسرة والمجتمع.
مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه. زي ما قدمت لكم وقلت لكم قبل التقرير ان الاستاذه اميمه نظمي ليها ايضا قضايا، هي مهتمه بقضايا المجتمع بمشكلاته، بتحاول تكون عضو فعال ومهتمه ومؤمنه تماما باهميه المجتمع المدني وجهوده خاصه في الفتره اللي احنا فيها. هي مهتمه بقضيه اطفال الشوارع وليها علاقات وطيده جدا بكتير جدا منهم، بتحاول انها تحدث فرق وتغيير. احنا معانا دلوقتي الاستاذه المتخصصه في هذا الموضوع اللي احب ان انا اقدمها لكم، استاذه ناديه محمدي. استاذه ناديه محمدي هي متخصصه في اطفال الشوارع وهي مدير اداره الحالات باحدى المنظمات الدوليه. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. وحضرتك عضوه في احدى المنظمات الدوليه المهتمه بهذه القضيه، يعني حضرتك عندك فكرة عن أبعاد المشكلة مش بس في مصر، بتقارنيها كمان بمثيلتها أو بمثيلتها في الدول الأخرى. إحنا قريبين منهم في المشكلة دي ولا الأبعاد بتختلف تماما؟ إحنا قريبين بتختلف. يعني إحنا قريبين منهم، بعض الدول عندها نفس المشكلة. يعني لو اتكلمنا عن أمريكا برضو فيها أطفال شوارع زينا ونفس الصفات اللي عندهم ممكن تكون موجودة عندنا في مصر، فممكن نبقى موجودين. بعض الدول حلت المشكلة بشكل جذري وحلتها ان كلنا اتجمعنا، يعني المجتمع المدني مع الحكومة بقى في خطة كاملة المجتمع كله شغال عليها عشان ينمي مشكلة اطفال عندنا الشوارع. عندنا احنا الخطة اللي هي المجتمع المدني مع الحكومة، همزة الوصل بينهم موجودة، بدأت تتحط دلوقتي. يعني انا شغالة تقريبا في اطفال الشوارع بقالي حوالي 10 سنين، بدأت اشوف نتيجة المجتمع المدني مع الحكومة بدأت تتم دلوقتي. بمعنى ان في خطه استراتيجيه بتتحط ما بين المجتمع المدني وما بين الحكومه. طول الوقت كنا احنا شغالين لوحدنا والحكومه لوحدها، وده بيبعتر الجهود، بيبعتر الجهود. مش لا عمر المجتمع المدني لوحده هيحلها ولا عمر المؤسسات الدوله لوحدها والحكومه ولا لوحدها. كلنا كنا عارفين احنا ماشيين ازاي، يعني هم ماشيين في حته واحنا ماشيين في حته ثانيه مختلفه تماما. احنا عندنا افكارنا الخاصه وبنشتغل بناء عليها، هم عندهم افكارهم الخاصه. بس بدانا الفتره الاخيره نتجمع كلنا المجتمع المدني مع كل الجهات المعنيه بالمشكله علشان نبدا نحط خطه. تمام. وفي حاجه بقى تانية احسن، مش قاعدين نحط الخطه وخلاص. يعني كنا زمان نقعد نحط خطه طويله عريضه وما بنعملش حاجه، لا احنا حاطين خطه وبدانا في التنفيذ في بعض الخطوات. طيب. واعتقد ان دي حاجه انا عايزه الحوار يبقى بين يعني اميه تدخلي معايا في الحوار. ليه؟ انا يمكن بقوم بالدور من وجهه النظر اللي هي النظريه قوي، انت ايدك في الموضوع وانت قلتي لي حاجات ونقط مهمه قوي وممكن الاستاذه ناديه هي اللي ترد عليكي فيها. يعني انت قلتي لي، كنت بسالك بقول لك اكيد هم البنات ما بيصدقوا او الولاد اطفال الشوارع ان في جمعيه خيريه عايزه تحتضنه، عايزه تعلمه، تصرف عليه. فقلتي لي لا بالعكس، ده في بعضهم بيرفض بعد ما بنجيبه بناخده بنعلمه بيرفض. صح؟ انت مرت بيكي حالات كده؟ طبعا. ناس كتير كده، ومش كل الناس اللي عاشوا في الشارع فترات طويله بيبقى عنده استعداد ان هو يتخلى عن كل اللي بيشوفه في الشارع عشان يجي يقعد في مكان مقفول عليه ولسه هيتعلم من اول وجديد، ومش هيبقى عنده الفلوس اللي بياخدها في الشارع. هو في الشارع ما عندوش مانع يعمل اي حاجه، يمشي في مظاهره ب 20 جنيه، يقف في مش عارفه ايه ب 30 جنيه، يشحت، يبيع كلينكس، يعمل اي حاجه. انما انت قاعد في دار ليه قوانين وليه حاجات يعني المفروض انك انت هتنفذها عشان تستمر في المكان. من انسان منطلق تماما، مش عايزه اقول تعبير تاني، لانسان لا ده عايش بقى بمواعيد وتحت نظم معينه وقوانين وتاهيل. مش كل الناس بتقبل التاهيل. هو مش عايز يتعلم حاجه تفيده، ومش عايز يبقى انسان مسؤول. لا، هو عاجبه ان هو يبقى في الشارع، وعاجبه الفلوس اللي بتجيله، يبقى صغير قد كده وعنده بيشرب سجاير وبيعمل مش عارف. يعني طبعا هم ليهم، وفي استجابوا مش كده؟ في طبعا في جزء بيستجيب، انما لكن الجزء الاكبر مش بيستجيب. والله حسب المكان اللي هو موجود فيه، وحسب الخطه اللي موضوعه في المكان ده، وحسب الناس اللي بتشرف على المكان. يعني ممكن واحد بس، مشرف واحد يطفش ثلاث اربع ولاد انت تعبانه انك تجيبيهم وتقطعيهم. أيوة. مشرف واحد بقى هنا عن المشرف الاجتماعي واهميه اختيار المشرف الاجتماعي. لان ساعات المشرف الاجتماعي زي ما حضرتك قلتي هو الشارع فيه مميزات كتير زي ما فيه عيوب كتير. في حريه، بيعمل اللي هو عايزه في اي وقت، الفلوس بتجيله بسهوله، بياكل بينام براحته، ما فيش القواعد اللي حضرتك كنت بتتكلمي حاطه قواعد مع عيالي مصاحبهم، ما فيش كل ده.
فهو فيه مميزات في الشارع زي ما فيه عيوب. بس هنا بقى عايزه اتكلم عن دور واهميه اختيار المشرف الاجتماعي وتاهيله هو شخصيا. هو هي دي بقى وده امر لا نادر دلوقتي. بمعنى ان المشرف الاجتماعي هو لو مش مؤمن بالقضيه وشايف ان الطفل ده ضحيه فطول الوقت هيتعامل معاه لانه مجرم. على انه مجرم فممكن يشتم، على انه مجرم فممكن يقول له مش كفايه بناكلك وبنشربك وكمان سايب الدنيا، هو كمان عنده مشاكله، فده ما ينفعش يبقى مشرف اجتماعي على طفل عشان يحط خط التاهيل قدامه ما بيديله عليه. دي حاجه يعني من المشاكل الاساسيه انك تلاقي انسان مؤهل يتعامل مع الناس دي، لازم يكون مؤهل تاهيل عالي جدا. لكن للاسف انت زي اي حاجه عندنا في مصر في مشكله، في مصر فيها مشكله رهيبه ان التاهيل ده في كل المجالات زيرو. لا بتلاقي بدانا نحاول دلوقتي، ممكن ما تبقاش التاهيل 100% بس بدانا في بعض الجهات الحكوميه زي التضامن الاجتماعي، الجامعات الاهليه اللي انا واحده منهم حاليا، لا بدانا حاسين بالدور ده وبنتدرب كتير قوي علشان بندرب المشرفين كمان. وحتى ممكن نستعين بخبرات مش مصريه في المجال ده عشان تدربنا عشان ننقل خبراتنا للولاد التانيين او الباحثين الصغيرين التانيين. طيب المشكله برضو اللي عايز اقف عندها مهمه جدا، ايه اللي بيخلي في طفل شارع او طفله شوارع بتستجيب للتاهيل وانها تنضم للمجتمع وتبقى مش في الشارع، مش في الشارع، وطفل تاني مش بيستجيب؟ حضرتك قلتي لي حاجه مهمه جدا عايزاكي تقوليها تاني، عن ان انتوا مش بتلعبوا عليه لوحده. هو في حاجه، هو الطفل الشارع انا مش بجيبه، يعني انا طول الوقت بزود دفعيته في الشارع علشان هو اللي يجي يقول لي انا محتاج ان انا اتغير، انا لازم يبقى لي هدف وابقى كويس. فدي البدايه، هو بيقول لي انا عايز. بتختلف من طفل للتاني بحسب المدة، الطفل بقاله 5 6 سنين غير الطفل بقاله سنة غير الطفل بقاله 3 4 أيام غير الطفل بقاله 15 سنة في الشارع أو هو أصلا ابن طفل شارع. الحكاية دي بتختلف، واحد بقاله سنة لسه ما تعرضش لحاجات كتير أو في الشارع، واحد بقاله 3 أيام ده خام، واحد بقاله 5 6 سنين فتعرض لكل حاجه في الشارع. فده صعب، ده اصعب حاله، ده اصعب حاله، بس برضو بنحاول معاه. انت قلتي لي حاجه مهمه جدا، قلتي لي احنا لو حاولنا نغيره لوحده مش هينفع. وده بيبقى مهم قوي، لان في الاخر انا كل اللي بقدر اعمله ان انا بحاول اعيد دمجه جوه المجتمع مره تانية، فانا بحطه في دار باهله، بعالجه، بشوف هو التعليم بتاعه ايه، بحط الخطه للتاهيل بتاعته، بس انا ناسي ان هو جاي من مجتمع تاني، لان غالبيتهم بيبقى عندهم ولاد، عندهم اهالي وغالبيتهم اهاليهم بيبقوا عارفين اماكنهم وبيروحوا من وقت للتاني يزوروا الاهالي دي. فطب انا هدمجه جوه المجتمع، طب مش المجتمع ده المفروض اغير فيه هو كمان؟ فاحنا تملي بنلعب على الطفل وعلى العيله بتاعته. عشان العيله تبقى مؤهله هي كمان، ما هو الطفل ده لو العيله سويه 100% وعيله طبيعيه زي اللي انا شايفاهم دلوقتي اكيد الطفل مش هينزل في الشارع. فبرجع للعيله، بشتغل على الطفل وعلى العيله عشان نعمل اعاده الدمج مره ثانيه. تمام. ودي حاجه صعبه قوي انك تشتغلي على العيله، لان بتبقى العيله هي الدافع الاساسي. وانت قلتي لي يعني جمله، قلتي لي انا شفت البنات اللي وشفت ظروفهم، ولو انا مكانهم كنت هعمل زيهم. في بعض الاحيان بتدخلي جوه البيت، لا البيت ما ينفعش، بيبقى فيه كل انواع الايذاءات، ايذاء جسدي، ايذاء جنسي، ايذاء نفسي، فقر شديد، كل حاجه. لا انا هنزل الشارع افضل. ففي بعض الولاد بياخدوا القرار ده عشان الدنيا صعبه. فاحنا بنحاول نشوف العيله وبنشوف الطفل هو كمان، بنشتغل عليه جوه الدار زي ما حضرتك قلتي، وبناهله وبنحط له الخطه بتاعته. وطول الوقت انا بلعب معاه على حته ان حبيبي انت لازم يبقى لك هدف، حبيبي لازم يبقى لك هدف. دي بقى ان احنا نشوف هو الخطه بتاعته، عايز يبقى يتعلم يكمل تعليمه، وعايز يدخل ورشه، لا انا عايز يبقى عندي صنعه، واحده واحده عشان يبقى له هدف. ايوه في مشكلة، ما يبقى له هدف. أيوه. الدنيا بتبدا ايه، لا انا في امل مني. ايوه. وبنبدا ولو وصلتيه اللي في امل ان لا انا عندي امل، يبقى انت كده نجحتي وصلتي ل 80% من الطريق. وفي حاجه تانية، ده انا بقول له انت بني ادم زيك. فعشان كده الجزء دي بوينت مهمه جدا. هي ايه بقى؟ يعني انا مش متخصصه طبعا زي الدكتوره، ولكن يعني انا فكرت من فتره كده، هو انا اكتر حاجه اكتسبتها في حياتي من خبرات ايه؟ هي تربيه الاولاد. يعني انا بقول كل ست قاعده في البيت ما عندهاش حاجه، خلاص ولادها كبروا وبقت عندها وقت كبير فاضي، يعني ليه ما تبصوش ان في ولاد تانية محتاجه لكم؟
هم محتاجين قوي ان هم يحسوا ان هم مش مرفوضين من الناس العاديه. يعني عايزه اقول لك ان انا مثلا لما اجي اتعامل مع بنت من البنات اللي هي مثلا الامهات الصغيرات اللي بيحصل لهم اللي هم اطفال شوارع برضو، اجي اتعامل معاها مش عايزه تكلمني لان هي عارفه ان انا جايه شويه اجيب لها حاجه حلوه حبيبتي طب وباي، وابقى قرفانه منها مش عايزه اقرب لها. يعني انت فعلا لاحظتي ان هم في الاول بيبقى في حاله رفض ونفور، هم بيبقوا قاعدين معاكي وعارفين انك انت جايه 15 دقايق وصدقه بتعملي حاجه لربنا وبتتصوري معاهم وباي باي وخلاص وما يشوفكيش بعد كده. فالموضوع ده بيعمل لهم او عمل لهم نوع من السد بينك وبينهم، خلاص مش هتعرفي الا اذا انت اصريتي ان انت تندمجي معاهم، تقعدي تاكلي معاهم، تقعدي جنبهم على الارض بتاعتهم، تطلعي معاهم وتكرري الزياره فيهم. يا ريت تكرري الزياره، انت لازم يعني ما هم عمرهم ما هيأمنوا لك ولا يبتدوا يثقوا فيكي غير لو شافوكي بقى باستمرار انت جايه مهمومه. ده اللي انت بتعمليه يا أمين. ده اللي انا بعمله. ويعني لما انا قلت صدقت كتير منهم ده كانت حقيقه مش ببالغ، انت فعلا قربتي من كتير منهم. يعني انا الحقيقه اللي ساعدتني في كده واحده صديقتي جدا، هي اللي ساعدتني قوي لان هي مديره مؤسسه كبيره قوي والمؤسسه فيها افرع كمان. للنقطه اللي حضرتك قلتيها ليه تنميه الاسره، يعني دي كمان عجبتني جدا، هم عاملين في حي من الاحياء اللي محتاجه تنميه فعلا مراكز للجمعيه. قبل ما الاسره دي ترمي الولد في الشارع او قبل ما هو يفكر يخرج للشارع، لا ده انا في مكان ممكن اروح اكل واتعلم واتبسط واغني وارسم واتعامل مع ناس عاديه مش زي اسرتي بقى يعني في عنف ولا في ايذاء ولا كده. وبناخد الام والاب نعمل لهم حاله اجتماعيه نعرف منهم الظروف بتاعتهم ايه، طب مين اللي هيكون معيل للاسره دي، الام ممكن تاخد قرض بسيط تعمل مشروع صغير بتساعدوها في كده. بالظبط. نشكر الأستاذة نادية محمدي متخصصة في أطفال الشوارع ومدير إدارة الحالات بإحدى المنظمات الدولية، وبنقول بعد اللي سمعناه واضح أظن جدا إن في مجهود مدني بيبذل كبير جدا، بس واضح برضو إن المشكلة واضح إنها كبيرة قوي، علشان كده لسه مش شاعرين بالنتائج الإيجابية فيها، مش حاسين بتحسن لسه في هذه المشكلة، فمطالبين إحنا بمجهود اكتر، احنا كافراد، احنا كابناء هذا المجتمع. والاقتراح اللي قالته أميمة مهم جدا، ان اي سيده ولادها كبروا حاسه ان عندها الوقت، عندها امكانيات زياده، عندها وقت حتى من غير امكانيات، يا ريت ما تبخلش ابدا بمجهودها. هنطلع لتقرير وهنرجع لكم مره ثانيه. يا ريت الدموع يا مراد يا ابني توسيلي وتطفي النار اللي في قلبي، علشان بابا بقاله مده ما بيبعتش الا جوابات وما يعرفش عنه اي حاجه. قلب راجلي عالي قوي، ابوك وحشنا كلنا يا حبيبتي، وانا ما بقتش عارفه عنه اي حاجه. طب بلاش يبعت فلوس لو كان معذور، بس يبعت جواب يطمن عليه. أنا أدعينا علي أول ما بنمشي ليه؟ إزاي جاله قلب يسيبني أنا وسبع عيال لوحدي وما يسألش عننا؟ شو خطر
اهلا بكم مشاهدينا مره تانية لسه في بيت العيله ومع اسره من الاسر المصريه، اسره الاستاذه اميمه نظمي، وبينضم لينا الفنانه النجمه هند عاكف. اهلا بيكي. اهلا بيكي. كنت متابعه حديثنا واحنا بنتكلم، اولا الموضوع الرئيسي ان احنا معانا مراه بتعول اسرتها. انا عايزه ارحب بيهم بس الاول. اميمه هي مربيه اولادها من وهم صغيرين، هي كانت لسه في العشرينات، فيعني احنا لو كنا بنتكلم عن المراه اللي بتعول اسرتها معانا. معانا مراه بتعول اسرتها والحمد لله النتيجه مشرفه. وكنا بنتكلم كمان على الاطفال الشوارع عموما، دي مشكله كبيره قوي. حديث ليكي راي والله انا من لان انا عارفه، بس احب اقدم لكم، انتوا طبعا اكيد عارفين وعندكم فكره عن نشاط الفنانه هند عاكف. هي مش مكتفيه انها فنانه، هي مقتنعه، ودي حاجه انا احييها عليها، ان اي انسان سواء فنان او غيره، بس طبعا لو فنان فده ابدا، ان هو يكون مهموم بقضايا وطنه ويحاول ان هو يكون ليه دور ايجابي وفعال في اي قضيه هو يختارها. فانا عارفه ان انت من الناس دي. هو انا بعتبر ان، ودي حقيقه مش بعتبر بس، لا، الفن والسياسه وجهان لعمله واحده. فكون ان انا فنانه، انت بتشرحي او بتقدمي قضايا المجتمع من خلال الفن، فانت بتبقي لازم تبقي فاهمه كويس قوي انت بتقدمي ايه. واحنا عارفين ان الفن اساسا بيشكل وجدان المواطن، والوسائل الاعلام مهمه جدا، وهي دي يعني بيبقى فيه مخزون للعقل كبير جدا من خلال وسائل الإعلام، إذا كان بقى أعمال فنية أو برامج أو توعية أو مسرح أو تلفزيون. فإحنا عارفين إن وإحنا شايفين دلوقتي إن الاتجاه العام حتى عند الفنانين العالميين كلهم، أيوة، إن الفنان منهم لو ما حسش إن هو بيتبنى قضية معينة يستغل فيها شهرته طبعًا، وإنه قدوة وملهم لناس كتير هنا يستغلها في حاجة تفيد بلده، بيحس إن هو رسالته ما اكتملتش. هنا بيخدم بلده. يعني أنت مثلا فنانة معروفة، فالناس بتحبك، الناس بتثق فيكي، لو أنت عندك رؤية بقى صح جدا وفاهمة أو أنت بتعملي إيه، فأنت بتستغلي رؤيتك دي وبتستغلي فنك وحب الناس ليك استغلال للخير. أيوة. فبتبتدي فعلا تناقشي قضيه، تحاولي تعملي مشروع، تحاولي تعملي توعيه بالنسبه يعني في المجتمعات اللي ما فيهاش توعيه، بتحاولي تعملي ده، فبيوصل قوي، واللي من القلب بيوصل للقلب. طب بعيد عن الكلام العام، هند بقى كهند بتحاول تعمل كده ومقتنعه ان الفن رساله فعلا وبتطبقه في حياتها؟ طبعا بدليل ان انا النهارده بشتغل في العمل العام، بشتغل في العمل السياسي. انا مقتنع، انا عندي رساله بأديها من خلال الفن، أو من خلال المجتمع المدني، أو من خلال السياسة. الفن أنت بتعرضي القضية وبتحاولي تحليها، والمسؤولين بيشوفوا، وممكن بتغيري قوانين زي ما قلنا قبل كده، أن في أفلام وفي زي أريد حلا وشقة من حق الزوجة وجعلوني مجرما، وكل ده غير قوانين، شرع قوانين. فالفن بيقدر يعمل ده. عايزه اقول لك على حاجه كمان، احنا النهارده لما كنت تكلمي في اطفال الشوارع دلوقتي، أي، اطفال الشوارع انا نفسي فعلا، مش هنقعد نقول كل حاجه على الدوله، لا، بس فعلا الدوله مسؤوله بهؤلاء الاطفال. انا من اكتر من 10 سنين كنت بفكر ان انا نفسي اعمل لهم حاجه، يعني انا اقترح والدوله تدرس، المسؤولين يدرسوا ويبتدوا ينفذوا، وممكن يعملوا ده. لان انت النهارده لو جمعتي الولاد دول، هم دول شباب المستقبل، مش هم الواحد، دول جزء من المستقبل، دول جزء من شباب المستقبل. ليه انا واقترحت اللي اقترحته قبل كده، ليه انا ما اعملش للناس دي مكان يسمى بيت العيله على اسم برنامجنا يعني. لان انا كنت والله، انا والله كنت مسميه بيت العيله او بيت الاسره. نخلي بيت العيله يبدا يتبنى. بمعنى ايه؟ شوفي انت قلتي دلوقتي ان عندك استعداد تعملي مجهود. كان معانا استاذه ناديه محمدي، ممكن حضرتك والاستاذه اميمه نظمي، لو دول ثلاث افراد بس، احنا بنتكلم على مستوى ثلاث افراد، ممكن ننتج شغل قد ايه؟ صح يا اميمه؟ بصي يعني أنا ممكن انتوا لو اتفقتوا مع بعض تشوفوا ازاي تنسقوا مجهوداتكم في قضيه اطفال الشوارع. انا عايزه اقول لك على حاجه، هو في اوريدي مؤسسات كبيره جدا معموله من سنين، من 20 لا عندنا ازاي، مفيش حد بيتبنى. انا مش عايزه ده، انا عايزه مؤسسه كبيره جمع الولاد دول كلهم. ما لو انا عندي ومجمعه كلهم مش هلاقي في الشارع حد،
صح ولا غلط؟ لا هو لا لا انا قلت جدا. انا قلت وانا بنهي اللقاء السابق لده قلت المجهودات المدنيه المبذوله كبيره جدا، بس المشكله استاذه هند المشكله اكبر. انا مش عايزه مجهودات، لا انا مش عايزه مؤسسات المجتمع المدني، انا عايزه الدوله اللي تتولى ده واحنا نشارك معاهم. حضرتك ثانيه واحده بس، انت بتتكلمي في جزئيه الدوله. الدوله دي انت طالعه من مرحله، انا بقول لك الدوله بكل مؤسساتها مترهله جدا. ثواني حضرتك، ما تقدريش تمسكي بس في يعني في قصه قضيه ان الدوله لوحدها هتعمل حاجه، لازم المجتمع المدني. ده انت محتاجه تنظيم وتاسيس دوله. يعني حضرتك احنا في مرحله دلوقتي تاسيس دوله بالظبط كده، فتاسيس الدوله ده بعد شويه ان شاء الله بمجهودك ومجهودي ومجهود ناس كتير ومجهود ناس قديمه في الموضوع ده اشتغلت بقالها سنين بتشتغل فيه وعملت نجاحات كبيره جدا. أيوة. هنوصل ان شاء الله. شوفي بقى معلش انا هقطعك، انا بتكلم ان انا بفكر من اكتر من 10 سنين في هذا الملف، من اكتر من 10 سنين، اكتر من 10 سنين لا كان في ثوره ولا كان في الكلام ده. فانا ده كان حلمي، حلمي ده لسه ما اتحققش، ممكن يتحقق السنه دي السنه الجايه اللي بعدها، بس الحلم موجود عندي ولسه انا مهتمة بيه، والله ما فقدتش الأمل. والله إحنا عندنا أمل إن المشكلة تنتهي بشكل تاني. بالظبط. البلد لو حصل فيها استقرار واستثمار وفرص عمل والناس حلها مشي، ما هو الفقير ده أو الغلبان أو اللي ابنه بيترمي في الشارع أو اللي بيحصل له تفكك أسري، العامل المادي هو العامل الأساسي في المشكلة دي. هنتكلم تاني عندي. لو رجعتي للأساس إن في عدالة اجتماعية في البلد وفي فرص عمل وفي بيوت مفتوحة وفي واحد قادر يعول أولاده، مش هتلاقي طفل شوارع بحفل. خلاص كل الملفات مرتبطة ببعض. كلها مرتبطة ببعض. لما أنا اتكلمنا على المرأة المعيلة، المرأة المعيلة اللي ولادها بيتسربوا من التعليم، بينزلوا يبقوا أطفال شوارع، هو ده اللي أنا بتكلم فيه، بينزلوا يبقوا بيبيعوا مناديل وحاجات كتير جدا، وزي ما قلنا بدل ما يبقوا منتجين في المجتمع لما يكبروا بيبقوا نصابين وبلطجيه وحراميه، بدل مهندس وفنان وعبقري ووزير ومحافظ، بتيجي من الجزئيه دي كلها مرتبطه ببعض. انا النهارده لما بتكلم على المراه المعيله، انا في مشروع عندي للمراه المعيله، بس المشروع ده لازم الدوله اللي تنفذه، المجتمع المدني مش هيعرف ينفذه ولا اي حد هيعرف ينفذه، الدوله هي اللي هتنفذه عشان نحد على الاقل من جزئيه مهمه جدا من اطفال الشوارع. فانت النهارده كلها مرتبطه ببعض. لما انا النهارده بتكلم وقلت ده وطالبت 100 مره بده وان شاء الله هفضل اطالب بيه لغايه ما اتحقق، انا عايزه اعمل وزاره للمراه. نفسي المسؤولين فعلا يعملوا وزاره للمراه، وزاره لذوي الاحتياجات الخاصه عشان انا قلتها 100 مره. الوزاره للمراه دي هتتولى كل المشاكل دي، هتتولى كل المشاريع دي، هتتولى مشاكل الاسره والنفقه والطلاق والحاجات اللي بتقعد سنين في المحاكم. المشروع اللي بتكلم عليه اللي هو المراه المعيله الوزاره ايضا هتتولاه. المراه المعيله ان الدوله تتكفل بهذه المراه باولادها في المدارس، في الملابس، الكسوه الصيفي الشتوي، الاكل، وتعلم هذه المراه مهنه. بعد ما تعلم هذه المراه، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، بعد ما تعلم هذه المراه مهنه توفر لها فرصه عمل، برضو الاقتصاد والاستثمار، شوف كله مرتبط ببعضه. النهارده فاروح انا بعد كده المراه دي هي اللي تعول اولادها وهي اللي تصرف على اولادها، المراه المعيله التي ليس لديها القدره على الانفاق على الاسره. فكلها مؤسسات متشبكه ببعض. بس ده احنا نتمنى كده. انا عندي حاجه عايزه اقولها، يا ريت الجيل الصاعد ده اللي المستقبل يتكلم. انا بشوف ان مشكله اطفال الشوارع دي مرتبطه يعني مينلي انا، لو مثلا اهلي ما كانوش كويسين معايا في البيت انا كنت هكون اختار ان انا اروح بعيد عنهم. بتحصل كتير. فانا متهيألي احنا دايما انا متهيألي ان الدوله المفروض تركز اكتر بكتير انها تخلي تتوفر فرص اصلا حياه كريمة. وبعدين هتلاقي الطفل او اللي طالع جديد ده اصلا عنده فرص يعني مقبول في الحياه وعنده يعني انتماء للبلد. احنا نفسنا احنا انا هو متربيه في بيت واهلي كويسين جدا، بس ما بلاقيش قدامي فرص كتيره خالص في مصر. دايما الناس بتفكر تروح بره وكل حاجه في حتت بايظه. فلو رأيك انت كده الثقافه احنا ما عندناش اسس ثقافيه خالص. التعليم في المدارس غلط، التعليم في الجامعات غلط. خلاص الناس اصلا ما فقدت الهويه بتاعتها.
انتماء. عشان احنا الشباب ما عندوش انتماء. انت حاسس مش انتماء، هويه. هويه والهويه مفيش هويه. احنا هويتنا بقت هويه كسوله، ما بتحبش تشتغل، بيتجهوا لاسهل طريق وخلاص. فاللي هو يعني لما اتنين تلاتة ما عندهمش يعني فقدوا فلوس الهوية او كده ويخلفوا تسعة عشرة فيها ايه ويرموهم في الشارع. بس بجد الاكزامبل يعني، وانا في الصين مثلا، الصين دي بلد فقيرة جدا جدا فعلا، بس الحاجة اللي خلتهم يشتغلوا الحكومه بتاعتهم ابتدت توفر لهم ايه ده، في انفستمنت بتدخل البلد، في استثمارات بتدخل البلد، ففي فالناس شايفه شغل فعايزين يشتغلوا، فما بقاش في حد لاقي وقت اصلا يضيعه في اي كلام. فالناس كلها عايزه تشتغل وعايزه تعمل حتى اللي ما يعرفش يعني، حتى اللي مش متعلم، يعني اللي عنده ايدين استغلوه، اللي عنده عينين استغلوه، اللي عنده مخ استغلوه. يعني كل واحد ادوله الحته الناجحه اللي جواه يعرف يكسب بيها. انت كنت بتقولي مثلا ياسمين جمله عجبتني قوي، قلتيها لي قبل التسجيل خالص، قلت لي نجاحهم مش عشان هو الانسان الصيني متميز على الانسان المصري خالص. لا بالعكس خالص. احنا انا بجد رجعت عارفه قد ايه الانسان المصري ده حاجه عظيمه فعلا والله، مش بقول الكلام ده عشان حاجه، بس انا رجعت عماله اقول يعني زعلانه جدا ان حاجه زي الانسان المصري ده مش مستغله فعلا فعلا. وبلاقي الاختراعات يعني سيمبلي، بقابل حد في الشارع مثلا عامل بيدفي نفسه مثلا بطريقه غريبه جدا، يعني اخترع طريقه لنفسه. بمناسبه الصين يعني احنا كان عندنا مؤتمر قريب جدا اسمه تنظيم الاسره. فانا برضو المشاريع دي اللي بفكر فيها دي من زمان، ما بفكرش فيها من دلوقتي. كنت بفكر في حاجه برضو قانون يتعمل، وفي حد اتكلم فيه مره وحصلت مشاكل بعدين هدي شويه. القانون ده على فكره في الصين وفي الهند بمناسبه تنظيم الاسره. تنظيم الاسره في الصين الطفل الاول الدوله بتراعيه على نفقتها، في الهند الثانيه على نفقه الاسره. انا هنا عشان احنا لينا وضع مختلف، فهقول ان ممكن الطفل الاول والطفل الثاني الدوله تراعيهم، الطفل الثالث ده على نفقه الاسره. عايزاكي تختمي علشان احنا بنختم الحلقه. ف يعني انا نفسي بس ان احنا يبقى عندنا يتحط لنا قانون قوي جدا، في تنفيذ قوي جدا، في ناس بتنفذ القانون، يبقى في عداله اجتماعيه بين الناس. يا رب هو ده اللي هيصلح ان شاء الله. انا هنا هند جميله. انا عايزه اقول جمله بس اكمل على كلامي، لا بس جزئيه صغيره بتاعت تنظيم الاسره. احنا لازم نعمل ده ونعمل توعيه كمان، ويبقى في قانون بجد رادع لاسباب ان النهارده في الاماكن الكرة والنجوع والاماكن العشوائيه، معلش يعني سوري، الحارس بينجب بالعشره وبالعشرين. فانت عايزه قانون لتحديد النسل بالظبط باي طريقه، باي فكره جديده متطوره طبعا نطور ونشوف وندرس الموقف تمام. يتم ازاي مثلا بدل الاثنين ما تصوروش. انا سعيده بيكم زي سعيده بعمر وياسمين لان هم المستقبل. الحقيقه اللي عايزه اقولها في الاخر ان انا بشكر امي جدا ان هي طلعتني انا واختي يعني كويسين جدا، وعمرنا ما حسينا ان احنا محرومين من اي حاجه، و ويعني شي جيف اس سكيورتي. معلش عشان انا بترجم اصلا. غيرت حياتنا تماما. انا دايما بكون يعني فخوره قوي ان انا عندي ام زيها، وانا فخوره بيكم جدا كاسره. واحنا لما بنستضيف اسره زي الاسره اللي كانت معانا النهارده، والفنانه الجميله هند عاكف، والضيوف بكلامهم بحوارهم حتى مع اختلافاتهم، احنا بنشعر بالامل اكتر واكتر. احنا بنشكركم مشاهدينا، والى اللقاء في حلقه جديده مع بيت العيله واسره مصريه جديده.